مفيش شك ان احنا بنعيش عصر التكنولوجيا، وبرغم من تطور التكنولوجيا احنا برضو بنعيش للاسف عصر سيء في موضوع التغذيه. دلوقتي كثره الحاجات المصنعه الفاست فود بقى اكتريت مشاكلنا بسبب التغذيه، وخصوصا عند الاطفال. النهارده مع دكتور اطفال البلد دكتور احمد ابو نحاس هنتكلمنا عن التغذيه السليمه من ساعه ما الطفل يتولد لغايه ما يشد حيله ويقف على رجله ويستلم المفروض تغذيه نفسه، او البنت تبقى مسؤوله عن نفسها عشان تعد بعد كده الاجيال بعدها. منورنا دكتور احمد. منور دكتور امير. عايزين نبتدي كده يعني واحده واحده، ونبتدي حتى من البدايه المنطقيه اللي هي الرضاعه، الرضاعه الطبيعيه. عايزين نقول ايه فوائد الرضاعه الطبيعيه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر حضرتك دعوتك على استضافتنا في البرنامج. الرضاعه الطبيعيه من اول 24 ساعه دي اهم وقت هيقرر حياه الطفل في التغذيه تمشي ازاي. فالام بعد ما تولد طبيعي او قيصري تختلف من ام لام، افراز اللبن هينزل في خلال 24 ساعه، يوم يومين ثلاثه، فمحتاجين صبر في اول 3 ايام دول قبل ما اللبن السرسوب ينزل. فاول 24 ساعه احنا بنتحايل على الناس فعلا في اول يوم. يعني اول ما يعني السيده تخرج كده من العمليات وتبقى لسه حتى ما فاقتش، لا احنا عايزين نرضع البيبي يا دكتور. عايزين نعمل لبن صناعي بسرعه. اول حاجه تدخل له من عند امه صبره، لا نجيب له لبن من بره، لا ندي له جلوكوز، ندي له حاجه دافيه، ندي له انسولين. مشاكل. فلا احنا لبن السرسوب بينزل في خلال ساعات، من 6 ل 8 ساعات 12 ساعه بيكفي الطفل نقط صغيره. اول يوم 3 سم بيكفي الطفل، معده الطفل يعني صغيره جدا تكاد تكون في حدود 3 4 سم. فاللبن السرسوب بيكفي اول 3 ايام. فانت لو صبرت الام ان هي اقنعتها ان هي تصبر وتخلي البيبي على صدرها طول الوقت، سكن تو سكن بنسميه، وضع الجلد للجلد، حضناه باستمرار على صدرها، كل ساعه تحطه على صدرها وتشيله، كل ساعه تحط ربع ساعه، ده بيساعد ان اللبن السرسوب ينزل بسرعه. ممكن نسمح باعشاب حتى بتهدي نفسيه الام وتهدي الاهل، لان عشان الضغط علينا كدكاتره، لا يا دكتور ما يرضعش بقاله 3 ساعات، بقاله 6 ساعات، ما فيش مشكله، بس اهم حاجه ان هو مستقر، بيستحمل بالظبط، واخد رضاعه، واخد تغذيه من بطن امه في قبل الولاده. تمام. فاول 24 ساعه ديت ما فيهاش فيها ضغط مطلوب مننا ان احنا لازم نرضعه صناعي. فلو بدا لبن صناعي في اول يوم هيكمل عليه فتره طويله. تمام. ولو مسك بابرونه هتبقى اسهل له من هتبقى اسهل له. مسكة الطفل اللي ببرونه بتنسيه مسكة صدر الام، لان الميكانيزم مختلفه تماما. ايوه يعني. فالفم الطفل مطرح ما يتعود هيمشي عليه. تمام. دي رساله يا جماعه عشان الناس اللي بتستعجل فعلا، لا لازم المصبغه والمقاتله، بقى نقول مقاتله على الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه في اول كام ساعه، ما نستعجلش. الفوائد كتير جدا، ان لبن الام معقم، امن، سهل، مش مكلف على الام في حاجه، بيحسن العلاقه الطبيعيه النفسيه ما بين الام والطفل، مليان فوائد جامه كتيره جدا وعديده جدا للطفل. بيحسن الجهاز المناعي، في ماده اللاكتوفيرين، حتى الماده ديت مستخلصه من لبن الام، دي اتعملت منها محفز مناعي في علاج الكورونا. تمام. على فكره حاليا اسمها اللاكتوفيرين. اللبن الام فيه انزيمات للهضم، الطفل ما بتخلوش ينتفخ ويعمل غازات او بيصرخ كتير. لبن الام فيه ان في فيتامينز كتير، فيتامين اي وبي مركب، وكل المعادن، الزنك. تمام. فبيزود المناعه. لبن الام فيه بروتين عالي، كربوهيدرات قليل، نشويات قليله، الدهون قليله. معانا مداخله استاذ علي. عليكم السلام كده، اتفضل دكتور احمد. معايا مش سامع معاك دكتور احمد، طلعوا لنا الصوت يا جماعه المكالمه للدكتور. الصوت انا سامعه بس، ثانيه واحده يا استاذ علي. الصوت يا جماعه، الصوت مش باين للدكتور. اتكلم كده يا استاذ علي. الو. ايوه معاك كده دكتور احمد، اتفضل بس. حضرتك هو في سن معين لفطمه الطفل؟ هنخش في موضوع الفطام. انت عارف انت لو سبب بقول لك لو سبب الاكل على المهتول، لو احنا كنا جايين على موضوع الفطام ده هنتكلم في سؤال تاني في وسط الحلقه. في سؤال تاني يا استاذ علي؟ معلش.
ولو فطمت الطفل على سنة هل في خطورة على صحته؟ تمام، سؤال مهم، سؤال ماشي. كويس جدا، مهم مهم تمام. جدا تمام ماشي، شكرا دكتور. يا رد خلينا نكمل فوائد الرضاعه الطبيعيه. فوائد الرضاعه الطبيعيه، المناعه، الجهاز الهضمي، حتى ثبت حديثا ان الاي كيو ومعدل الذكاء بيختلف من طفل لطفل حسب الرضع من امه في اول 6 شهور ولا لا. ده حاجه اكيده، ده الذكاء بياخد الطفل من امه وراثيا، وفي الرضاعه الطبيعيه تمام. بيحسن النمو، الوزن، نمو الجهاز العصبي، نمو العظام. مفروض الطفل يتابع كل شهر على الميزان وعلى منحنى النمو. تمام. كل شهر في اول 6 شهور بالذات، بعد 6 شهور ممكن نشوفه كل شهرين. تمام. عشان نقدر نقيم الطفل ده بنمو كويس، كويس النمو الذهني، النمو الحركي، النمو الجهاز العصبي كله. تمام. خلينا بقى نبدا كده واحده واحده، احنا كده عدينا مرحله اول يوم. اول 6 شهور، ايه العادات الصحيحه او ايه النصايح اللي المفروض نمشي عليها، وايه العادات الخاطئه على النقيض كده الناس بتمارسها فالرضاعه في اول 6 شهور؟ اول 6 شهور حصريه طبعا منظمه الصحه العالميه كلها رضاعه طبيعيه. اول 6 شهور حتى الميه ممنوعه، حتى العصاير ممنوعه. مركز يا جماعه، مركز في الكلام ده، عشان في ناس على 3 شهور بتبدا تدخل اكل للاسف. ولا ميه ولا عصاير ولا فواكه قبل 6 شهور. تمام. معدل الحساسيه بيزيد 10 اضعاف لو دخلنا اكل الحديثه. 10 اضعاف لو اكل موز، لو برتقان او استفندي، اي عصاير قبل 6 شهور تعمل حساسيه. تمام. بنسبه كبيره. بعد 6 شهور بقى دي المرحله الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. يبتدي الاكل الايه، التذوق هيبتدي يشتغل مع الطفل. اول تذوق هيتعود عليه هيفتح معاه سكه الاكل. بيبتدي بحاجات معجونه، زي اكل المعجون، زي السريلاك، زي الكوسه المهروسه. تمام. المسلوقه، زي البطاطس، كل ده مفروم كويس ومعجون، حتى في ميه خفيفه. تمام. ده بيفتح سكه الايه، التذوق مع الطفل. بندخل الاكل سنه بسنه، ايام بايام، مش هيدي الطفل في اليوم 3-4 انواع، هو يوم ده مثلا سريلاك وكوسه بس، ويوم تاني بطاطس مع السريلاك. كل يوم بنزود حاجات بسيطه. تمام. نيجي نوصل عند الشهر التاسع، بيبقى التذوق اشتغل اكتر عند الطفل. تمام. وبدا الفم يوسع اكتر، وعضلات الفك بقت احسن، تبقى اقوى. فيبتدي ممكن ناكل البيض المسلوق. تمام. ممكن من التاسع الزبادي، من اول التاسع كويس الزبادي. تمام. مش قبل التاسع. تمام. يعني منتجات الالبان عموما ولا الزبادي؟ ما هو الزبادي بيستعجل، ناس كتير بتستعجل عليه، بتدي في اول الرابع. الرابع. فلا، الزبادي من التاسع. تمام. احد الدراسات قالت ان هو احسن وقت ليه من بعد 9، بعد 8 شهور. تمام. لانه في مخاطر حساسيه، في مخاطر حساسيه الالبان. تمام. في مخاطر للانتفاخ والاسهال، في مخاطر عليه، هو بيعمل سكر اطفال بعد كده للاسف. ممكن يعمل سكر اطفال، بنقلق منه. فما فيش استعجال على الزبادي ومنتجات الالبان، الجبنه بانواعها، ممكن من الايه، من اول التاسع. كبده بانواع كبده الطيور كلها ماشي، ممكن. تمام. تشتغل من اول التاسع. بجد ننوع بقى. هنزود الاكل ايه، مفتت اكتر. تمام. بقى متماسك اكتر. الاول كان اول 6 شهور، بعد 6 شهور من 6 ل 9 اكل معجون. تمام. من اول التاسع هيبقى اكل مفتت. هيبتدي الطفل يبدا يعرف يبلع اكتر حاجات مفتته، الفراخ المسلوقه مثلا. متقطعه يعني قطع صغيره جدا. ونتابع الطفل بكوزن كل شهر شهرين. تمام. الفيتامينز، في فيتامينز الكالسيوم بيشتغل من السادس. حضرتك تنصح تدي فيتامينز خارجيه؟ تمام. ليها فايده وليها اهميه، لان من كل مرحله عمريه بتحتاج فيتامينز اكتر من الثانيه. تمام. وزن الطفل مش ثابت باستمرار، كل شهر الجرعات بتزيد. تمام. الكالسيوم من اول السادس، الحديد من اول الرابع. تمام. فيتامين دي حديثا منذ الولاده. تمام. فكل مرحله ليها احتياجات الطفل اكتر من الثانيه. الكالسيوم بيستمر معانا لغايه سنه، سنه ونص، حسب وزن الطفل وحسب نموه. سنن مشي عند سنه، سنه ونص بدا يتحرك ويقف على الكرسي ويتنقل. تمام. فالكالسيوم مهم من اول السادس. تمام. فيتامين دي بيستمر، او فيتامين د يعني، بيستمر لغايه سنتين حتى. تمام. حتى بس بعد بس مش ثابت، كل شهر وزن الجرعه بتزيد، كل شهر الجرعه بتزيد. تمام. حسب احتياج الطفل، او ممكن تقل حسب الطفل محتاج ولا لا. طيب مرحله الفطام بقى، نيجي بقى عند السؤال اللي الاستاذ علي ساله. الفطام احسن سن ايه، وايه الخطوات بتاعته، او نبدا فيه ازاي؟ الفطام
تعريف الفطام هو بدايه دخول الطعام. بدايه دخول الطعام من الشهر السابع بعد الست شهور الاولى. يعني الفطام مش بمعناه اللي احنا فاهمينه اللي هو ستوب مره واحده. مش ستوب مره واحده، هو تدخيل الطعام من اول الشهر السابع. تمام. ينقطع الطعام، يبقى الفطام كامل ينقطع، الرضاعه الطبيعيه تنقطع عند سنه وثلاث شهور، ده افضل معاد. سنه وثلاث شهور مش كفاية. سنه ونص زي ما احنا متوسطين العاده يعني. او سنتين. السنتين ده العرف القديم، بعد دراسات اثبتت ان هو الطفل كل ما بيرضع كتير بعد سنه كل ما يخس. تمام. يعني يرضع يعني ويخس بعد سنه. بالنسبه له الرضاعه عاده. خد على الرضاعه وفمه بقى سهل عليه الرضاعه، مش متعود لسه على الاكل المفتت والاكل المتماسك. تمام. المفروض يكون يتعود عليه من 9 شهور. يعني حديثا الدراسات الحديثه بتقول ان هو سنه وثلاث شهور ده افضل. حتى الايه لمن اراد ان يتم الرضاعه. تمام. لمن أراد ينفع الناس تتم الرضاعه لغايه سنه ونص، وينفع او سنتين، وينفع اطفال ما ينفعش يتم الرضاعه، لمن اراد ان يتم الرضاعه. تمام. نجيب لسؤال الأستاذ علي اللي هو لو فطم على سنة. خليني أسأل السؤال بمنطلق تاني كنت عايز أسأله حضرتك قبل ما حتى أستاذ علي يتصل. احنا دلوقتي في ناس بنشوفها يعني حوامل مستعجلة وهي بتفضى، مستعجلة أو حصل غصب عنها مثلا. يعني في ناس فعلا بنشوفها مستعجلة اللي هو جابت طفل وست شهور راحت بدأ تخطط للحمل التاني، أو لو واحدة مثلا حملت على وسيلة أو نسيت تاخد الوسيلة أو واحدة حملت وهي لسه البيبي ما جابش سنة أو عند سنة، هل خطر إن هو يعني فطام الطفل في الوقت ده؟ فطام الطفل من سنة ما فيش مشكلة فيه. تمام. يعني ممكن الطفل هي بس هيمشي على ألبان خارجية، اللبن الجاهز الجاموسي أو البقري بعد سنة. تمام. ممكن يبقى مخفف، أفضل يبقى مخفف تلتين لبن وتلت مية. تمام. لغاية سنة ونص. تمام. تلتين لبن وتلت ميه لغايه سنه ونص، بعد كده لبن كامل الدسم من سنه ونص. بس ما اقدرش ادي اللبن الجاموسي ده او الجاموسي قبل السنه. ما ينفعش قبل سنه. دي مشاكل. يعمل حساسيه البان، يعمل سكر، يعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، انتفاخات واسهال مستمر. تمام. لكن الفطام قبل السنه مش محبس. الفطام قبل السنه مش مطلوب خالص. تمام. لان الرضاعه الطبيعيه ليها فوائد في اول ست شهور عديده قلنا، بعد كده بعد التاني ست شهور بتبقى مهمه جدا، بعد سنه ونص بعد سنه بالظبط تبتدي تقل خالص، بتنعدم عند سنه وثلاث شهور الرضاعه الطبيعيه فوائدها بتقل جدا. تمام. انا برضو بنبه عليهم حاجه، يعني في معتقد كده سائد بين الناس ان هي اول ما تحمل حتى الستات الكبار كده يقولوا لها لا ده دام حامل يبقى اللبن بتاعك هيبقى سم على الطفل اللي بيرضع. لا 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 خالص، احنا بنقول لها لا، لا خطر على ده ولا خطر على ده. هي الفكره كلها ان انت بقيتي هيبقى على جسمك اجهاد ازيد بالنسبه للحمل والرضاعه، لكن ما نفطمش قبل سنه. يعني ما نفطمش قبل سنه ممنوع خالص ان الطفل ده نوقف الرضاعه بتاعته قبل سنه. ممنوع الفطام قبل سنه، حتى الام في اول فتره في الست شهور الاولانيه لو هي مش بترضع ممكن تدي لاختها لقريبتها اللي بترضع، ممكن ترضع الطفل، ده حاجه طبيعيه، لكن افضل جدا من ان الطفل ياخد لبن صناعي ومشاكله كتيره ولا تحصى بصراحه. فنيجي عند سنه وثلاث شهور الاكل يكون متماسك. تمام. الاكل يكون بقى قطع كبيره، الرز مثلا هيبقى يعني جاهز عادي مطبوخ عادي، الخضار موجود، ممكن اللحوم، ممكن البطاطس متماسكه شويه. تمام. الطفل يكون حتى سنن وبدا تظهر فيه اسنان ان هو ايه ياكل حتى النشويات، العيش، الفينو، اي حاجه ممكن ايه يعضها باسنانه، ممكن تقبل معاه من اول سنه وثلاث شهور، واللي هيتعود عليه من سنه لغايه سنتين هو ده اللي هيكبر عليه. تمام. فالام لو صبرت عليه وفهمت حالته المزاجيه، لان الحاله النفسيه في الطفل بتظهر عند سنه بالظبط، تلاقي الطفل لما يزعل او يعيط مش هياكل، لما يكون عيان وسخن مش هياكل. تمام. فما تدخلوش اكل ده بالضغط عليه بعد سنه، لازم تفهمي حالته النفسيه والمزاجيه. الطفل يكون بيلعب بخرجته بيه، ممكن ياكل لما تخرج بيه مشوار هتلاقي نفسك بتدي له حاجه ياكلها في الطريق. تمام. مرتاح جدا، مرتاح جدا هو بره مع اهله مع قرايبه مع اطفال زيه، هيبتدي ياكل لما يشوف اطفال بياكلوا. فعلا الطفل عاده ما بيشوف حد بياكل نفسي. حتى لو بابا ومامته بيقعد ياكل. لكن ضغط عليه بعد سنه سنتين تبتدي تضغط عليه، لازم تاكل، لازم ده هنوديك فسحه، هنخرجك، هنلعبك،
ده كويس بس بدون ضغط، لان الطفل ما بيتعاقبش قبل 6 سنين خالص، ما فيش عقاب في الحاله في نفسيا، قال لك ما فيش عقاب قبل 6 سنين. ده 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 دي قاعده الطفل النفسيه. تمام. بيجي بعد سنه وست شهور خلاص كل الاكل متاح، حتى اي ممكن اي اكل ممكن تتوقعه متاح، حتى الحوادق، حتى السمك سنه وبعد سنه ونص موجود، حتى العسل النحل بعد سنه ونص، الشوكولاتات ياكل كل حاجه بعد سنه ونص خلاص. اكلنا الطبيعي ياكله بعد سنه ونص، في كل حاجه متاحه، هو ده اللي هيتعود عليه. بعد سنتين، بعد سنتين اللي ما تعودش عليه ما اديتهوش مش هياكل، خلاص مش هياكله بعد. فقال لك لو مثلا نيجي مثلا طفل ما بيحبش الكبده، فيشتغل عليه من اول 9 شهور تمام لغايه سنه ونص، لما بعد ما رفضها بعد سنه ونص ما تحولش خلاص. هو الحاله ذاكره الطعام، ذاكره الطعام بتقفل بعد سنه ونص سنتين. تمام. السؤال بقى المهم واللي انا صراحه مستنيه من امبارح، عايزين نواجه رسائل كده. ناس بقى الشيبسيهات والشعريه الجاهزه، المياه الغازيه، والمياه الغازيه الشيبسيهات يعني احنا لقينا في زمن صراحه، لا يعني احنا بنعيش فساد في قصه التغذيه. بنشوف اطفال اقل من سنه وبتشرب البيبسي يعني كميه فساد في التغذيه بيقلدوا بعض. عايزين نعرف مخاطر ده ايه؟ خاطر الكلام ده. الطفل بيقلد اهله، بيقلد باباه ومامته، بيقلد اخواته لما بيشوفهم لما بيشوفهم بيشربوا مياه غازيه، لما يشوفهم بياكلوا شيبسيات ومقرمشات. المقرمشات دي هي فيها مواد صناعيه، فيها نكهات مش طبيعيه، يعني معدله مكسبات طعم معدله. الطفل لو خد على المكسبات الطعم دي بعد سنه، بعد 6 شهور، بعد سنه هيتعود عليها، هو عايز الطعم ده. تمام. فتيجي تديله خضار، تيجي تديله لحوم، مش قابل الطعم ده، فالتذوق معاه مختلف. انا بقول لهم عاده احنا نبدا بنفسنا. لازم نبدا احنا نبدا الاب والام يبداوا بنفسهم. المياه الغازيه تقل، العصاير اللي بره البيت تقل، الصناعيه ممكن عصاير فريش، عصاير فريش، نجيب فواكه، نعلم الطفل ياكل فواكه زينا، نعلم الطفل ان هو يشرب عصاير فريش في البيت زينا. ما نجيبش المسكرات، الحلويات اللي عاليه السكر، وقدام الطفل لازم ياكل زينا او يقلدنا، لان هو هيقلد وهيقلد الاطفال اخواته اللي هم بيعملوا نفس العادات دي في الاكلات دي. فخلينا دايما ناتشرال، طبيعيه، اكل طبيعي، يعني دايما اكل يكون صحي، بعيد عن مكسبات الطعم والمواد الصناعيه، حتى اللحوم المصنعه، السجق، دي مصيبه، السجق، الكبده، اللحوم الخارجيه، السوسيس والبيف واللانشون والبسطرما، ده خطر. ده الدراسات قالت ان هو بيعمل كانسر، كانسر كبار واطفال، وجهضات متكرره في الحوامل، وتشوهات في الاجنه، ودي حاجات خلاص بقت شو بقت اكيد. انا ببدا معاهم من بدايه كده، اول 3 شهور حمل، يعني ببدا مع السيده اقول لها انت كده بقيتي اساس الجيل اللي جاي. الطفل بعد كده هيشوفك بتاكلي خيار هياكل خيار، هتاكلي شيبسي هياكل شيبسي، عمرك ما هتضحكي عليه، يعني عمرك ما هتاكلي شيبسي وهو نايم وتصحى الصبح تقولي خد خيار، مش هتقدر تضحكي عليه، مش هياكله. هو لما يشوفك بتاكلي كذا هياكل زي، هيقلد. فانت الاساس بقى، انت ابداي تاسيس الطفل من اول 3 شهور حمل وانت حامل فيه، ومفهمه المخاطر بتاعه المكسبات الطعم والمواد الحافظه اللي محطوطه في الحاجه، ان فعلا بقت شو ان هي بقت تعمل تشوهات، وبقت تعمل بسبب واضح وسبب قوي جدا للاجهاضات المتكرره. لازم ناخد بالنا من القصه دي. عايزين برضو نعرف الناس الحاجات دي مخاطرها ايه في مستقبل الطفل بعد كده، يعني مش بس مشكله الجهاز الهضمي او زي ما احنا قلنا، لا، مشكله ايه على الطفل في النمو بعد كده ومستقبله. المواد الصناعيه احدث دراسات قالت عليها ان كلها بتاثر على، يعني طبعا الجهاز الهضمي، على بتاثر على التذوق. الطفل لو تذوق مكسبات الطعم في اول سنتين دول مش هيعرف ياكل غيرهم، يعني في اطفال بيكبروا على المياه الغازيه من اول سنتين ثلاثه، بيكبروا على المياه الغازيه والصودا، فيجي يشرب ميه مش مستطعم الميه، مش مستطعم اللبن، فالسوائل بالنسبه له ميه غازيه صودا،
عايز صودا، هي دي الميه بالنسبه له، هي دي اللبن. يخش في هشاشه عظام بدري، يخش في هشاشه، يخش في ديفورمتيز، تشوهات عظميه. طبعا. اي خبطه ممكن رجليه تتكسر فيها او دراعه يتكسر فيها. دي مخاطر شديده. انا شفت بنت عندها 20 سنه بدا يحصل مشاكل في الغده الجردلقيه والباراثايرويد هرمون او باراس هرمون بسبب قصه مياه غازيه. فالتعود على حد على نوع من الاكل والترك الانواع الثانيه حتى مش مستحب، لازم حتى تنوع في كل الاطعمه وكلها تكون طبيعيه، لكن حاول تبعد عن الصودا، حاول تبعد عن العصاير الجاهزه. تمام. خليك فريش، خلي الام دايما تشتغل في بيتها، تكون بتحب تعمل اكلات وعصاير مختلفه، كوكتيلات من الفواكه على بعض، ممكن تعمل يعني حتى الكريمات، ممكن تعمل اي حاجه، ممكن ايس كريمات، ممكن تعمل كده وتدي للطفل الايس كريم بدل ما تشتريه من بره، تعمله في البيت، الكريمات تعملها في البيت، الشوكولاتات تعملها في البيت، بعد سن سنه ممكن تاكل شوكولاتات. فكل ده متاح في البيت، تبقى مطبخ الام هو المطبخ، هو سياسه. بس في ناس يعني مع العصر اللي احنا عايشين فيها ومستسهله كل حاجه من بره. لا، الام هي المدرسه الطفل، هي مستسهلة ان هو كل حاجة بقت جاهزة وكل حاجة حتى ده بقت ديليفري، هتجيلها وهي قاعدة. انا هتعب نفسي ليه واعمل، ولا هتعب نفسي ليه وانزل اشتري، ده انا ممكن اطلب والحاجة تجيلي لغاية عندي. حتى بتعلم الطفل قلة الحركة، يعني دي مشكلة عصرية. دي ده السؤال الاخراني اللي اختم بيه، انت تنصح بيه في قصة الحركة بتاعت الطفل او ممارسة الرياضة؟ الطفل يعني معظم الاطفال حركيين وعندهم نشاط وعالي، فمن اول سنه بتلاقي معظم الاطفال بتدي يقف على الكرسي ويبتدي يتنقل. تمام. فعايز حاجات فيها نشويات عاليه وبروتين عالي. تمام. فده موجود في البروتينات، في الفول، في ممكن وجبات في الكشري الام تعملها في البيت، في الرز، في اللوبيا، كل ده بعد سنه وثلاث شهور هيبقى ايه، يقدر يبلعه. تمام. مطبوخ او مسلوق يقدر يبلعه. فحركه الطفل بتبقى كويسه وتتنشط من اول سنه لغايه ست سنين، حركته عاليه. فممكن نديله كل ما هو يدي طاقه، كل ما هو يدي طاقه، كل انواع المكونات الغذاء، النشويات والبروتين والدهون. الدهون فيها اعلى مصدر للطاقه. تمام. الدهون ديت مسموح لها للطفل، مسموحه بالطفل من اول سنه وثلاث شهور. نقولهم زي ايه؟ الدهون زي القشطه. تمام. السمنه البلدي ممكن تحطها مثلا على البيض بالسمنه، فول بالسمنه. بالليله حتى. بالليله اي نحط نص معلقه سمنه بلدي عليه. الدهون موجوده في اللبن والزبادي. تمام. الدهون موجوده في القشطه، في الجبنه، في كل انواع الجبن. فكل اي دهون ما الطفل هياخدها هيحرقها في الحركه والمشي واللعب والتنطيط بتاعه. تمام. نورتنا واسعدتنا النهارده في انا اسعد دكتور حلقه عمية. قويه جدا، ويا رب نكون استفدنا، يا رب نفهم بس او نستوعب ان انت الاساس، انت الاساس. من البدايه كده لازم نصلح من نفسنا عشان الطفل يطلع كويس. يعني مع تاني مش معقول انت هتبقي بتاكلي شيبسي وتحطي قدامه الكوبايه اللبن او السلطه وتقول له كل، مش معقول ماسك انت بيبسي وتقولي له يلا اشرب اللبن ده، عمرها مش هتحصل. حتى لو شرب يعني هيشرب بالمحايله او بالضرب، بالترغيب او الترهيب. نفس الفكره، انت عمرك ما هتبقي ماسكه موبايل وهو بيمارس رياضه، هتلاقيه ماسك الموبايل زيك وهتلاقيه حابب القعده. ودي مشكله ان احنا بقينا نشوف السمنه في الاطفال كتير عن الاول. فانت الاساس، ابداي بنفسك عشان انت اساس الحياه، انت اساس العيله. كل ما هتبقي كويسه كل ما الجيل اللي جاي بعدك ده يبقى كويس. يا رب نكون افدناكم النهارده ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من برنامجكم انت الطبيبه. وشكرا. شكرا دكتور.